A popular Instagram celebrity, Ramoni aka Hushpuppi, has been arrested in Dubai. Hushpuppi was arrested by a sting operation over alleged criminal offences such as money laundering, cyber fraud, criminal impersonating, bank fraud, identity theft, among others. عملية نوعية جديدة أطلقت عليها شرطة دبي صيد الثعالب اثنان قضت على آمال عصابة هشبابي المكونة من 12 فردا وأوقفت جرائم احتيالها المنظمة التي امتدت يدها لتسرق جيوب الناس من مختلف أنحاء العالم. 6 فرق مداهمة لشرطة دبي انقضت في وقت واحد وفي ساعة الصفر على أماكن سكن أفراد عصابة هشبابي. Interpol confirmed that Hushpuppi and his accomplice were allegedly involved in fraud and money laundering of over $100 million meant for unemployed Americans, and EFCC has also linked him to the $35 million ventilator scam. دبي الإلكترونية كانت تضعه تحت عيونها وتتابع تحركاته عن كثب، وذلك بعد أن وردت معلومات عن ضلوعه في جرائم احتيال وقيادته لعصابة أفريقية. تابع فريق عمل احترافي حسابات هشبابي وعصابته في التواصل الاجتماعي، وتبين للفريق أنهم محترفون في إنشاء الصفحات المقلدة على مواقع التواصل بأسماء مهمية. Up until his arrest, he shows off his exotic lifestyle on Instagram, where his profile read "The Billionaire Gucci Master," but later changed it to "Real Estate Developer." اختراق البريد الإلكتروني للشركات وإرسال رسائل مزيفة للمتعاملين معهما ليتمكنوا بذلك من تغيير مسار التحويلات المالية إلى حساباتهم البنكية، كما وعملت أيضا على تصميم وتقليد صفحات وهمية على الإنترنت خاصة بالشركات والبنوك لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية للضحايا. كافة هذه العمليات الإجرامية أوقفتها شرطة دبي في صيد الثعالب اثنان لتساهم في فك رموز قضايا نصب عالمية تصل قيمتها إلى 1,600,000,000 درهم، إلى جانب ضبط مبالغ تفوق 150,000,000 درهم وتحريز 21 جهاز حاسب آلي و47 هاتفا ذكيا و15 ذاكرة تخزين و5 أقراص صلبة تحتوي على 119,580 ملف احتيال، وكشف عناوين 1,926,400 ضحية، ومصادرة 13 سيارة فارهة اشتراها هشبابي وعصابته من جرائم الاحتيال ب25,000,000 درهم. صيد الثعالب الثانية صيد جديد أسقطت شرطة دبي به عصابة احتيال منظمة لتحمي ملايين الضحايا في العالم من شرهم، وتؤكد أنها ستضرب بيد من حديد كل محتال يعتقد أنه في مأمن إذا ارتكب جريمة إلكترونية.